بالله من الشيخ الأدروس وجانب الكلام في الآخرين عنه. إذا تعلم التعاليم وتذكر وتبكير وحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله وانتهى أمر الله سبحانه وتعالى بنية الفرج للمسلمين صلى الله عليه أجمعين على ما نوى السلف من الصالحين عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة جاء النبي وعلى سبيل الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سنة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم وعلى سيدنا الشيخ محمد بن عبد الله بن شيخ العنتروس في كتابه إيضاح سنة المكرمين. الآن قال رضي الله عنه وعلى من يسأل أن هذا المعنى هو أقرب الأشياء التي يسترضى بها الرب تعالى وأنجعها في استيفاء البليات. هذا شيء مجرب لا شك فيه وقد أهمل في وقتنا هذا. لا جرم أن البركات قد قلت عن العباد بسبب إهمالهم لمحاب الرب تعالى، لأن الله تعالى بكرمه يتحنن على هذا النوع من الخليقة لأنه قد ابتلاهم وابتلى بهم. فإذا أهملوا أو طمئ في جانبهم وأضرت بهم الأحوال غضب الرب تعالى فمحق بركات الأرض وحل العقوبات بالعباد في القلوب والمعايش والأحوال. روي أن بني إسرائيل أصابتهم عقوبة وشدة فشكوا إلى نبيهم فقالوا وددنا أن نعلم ما الذي يرضي ربنا نفعله. فوحى الله تعالى إلى ذلك النبي أن كل عبادي إذا أرادوا رضائي وطلبوا تقرب إلي فليرضوا المساكين، فإنهم إذا رضوا رضيت وإذا سخطوا سخطت. ولو فطن أهل الدنيا المساكين لأسرار الله تعالى في خلقه لعملوه بالأموال ولبذلوا سني الأحوال والتماسوا الأرباح والمكاسب من معاملته في تفكد أحوال المساكين المستضعفين، فإن الله لا يخسر عليه معامله ولا يخيب لديه مؤمله وهو يؤتي بكرمه عليه ولا يخيب لديه مؤمله وهو يؤتي بكرمه على اليسير العطاء الجزيل في العاجل والآجل. وهو الذي يذكر عبده في شدة إذا كان العبد ذاكرا له في الرخاء، وهو الذي يغيث عبده في الضراء إذا كان العبد مستغيثا به في السراء. فقد روي أن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان اسمه أسأل وكان عبدا صالحا عادلا في رعيته، وقصده بعض الملوك وحاصرهم في مدينته فخاف أسأل فدخل مصلاه واستغاث بربه تعالى وترى التضرع بين يدي الله تعالى ثم نام. فأتاه آت في منامه من ربه تعالى فقال له يا أسأل إن الله تعالى يقول لك لا تخاف إن الحبيب لا يسلم حبيبه، فأنا قد ألقيت عليك محبتي وأيدتك بنصري فأنا أكفيك عدوك، فإنه لا يهون من توكل عليه ولا يضعف من تقوى به. قد كنت تذكرني في الرخاء أفتراني أنساك في شدة، وقد كنت تدعوني آمنا أفتراني أسلمك خائفا. فأنا الله القوي فعزتي لو كادتك السماوات والأرض وما فيهن جعلت لك من جميع ذلك مخرجا وفرجا عاجلا. فأمر الخليقة واقع على هذا الترتيب، وفسد الأحوال من سوء الأعمال، وسوء الأعمال من عمل القلب، وعمل القلب من ارتفاع عناية الرب تعالى عن العبد. فالناس يهونون في هذه الأمور وهي مهمة لا ينبغي أن تهمل. وروي أن الرب تعالى وحى إلى داود عليه السلام يا داود ذنب عظيم تبكي منه وحملة عرشي، ومن أجله أمحك الأموال وأفكر العكب. فكير شم رائحة كدر غني فلم يطعمه. فاسمع أيها الأخ وأعمل تجد الأمور كما قلت لك بعون الله ومشيئته. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن جبر الخواطر من أعظم العبادات لرب البرية سبحانه وتعالى. ما تعبد الله بشيء من عبادة أفضل من جبر الخواطر، فهي عبادة سهلة لكن عزيز من يفعلها، ولا وقع في سخط الله إلا من كسر خاطر عبد مؤمن لله سبحانه وتعالى.
فكسر خاطر مسلم أشد عند الله من هدم الكعبة. فما بالك بإيذائه، فما بالك بالسعي ووقوع الأذية عليه أو قتله، فذاك إثمه عظيم عند رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة وهو يخاطبها يقول: إنك إن مقامك عند الله عظيم، وإن قدرك فخيم، ولك حرمة عظيمة، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك. فما بالنا نحن نعظم الكعبة الحجر ولا نعظم المؤمن البشر الذي حل في إيمانه التصديق برب البشر وآمن وصدق واتبع سيد البشر. لهذا ما وجدنا ثمرة للأعمال، لأن ما اتبعنا سيدنا ومولانا محمد مولى بلال في جبر الخواطر، وكان صلى الله عليه وسلم حريص على جبر الخواطر خصوصا للضعفاء والمساكين، وهكذا كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريصين على جميع العبادات، لا سيما جبر الخواطر، لا سيما جبر خواطر الضعفاء المساكين الذين لا يؤبه لهم، والذين إذا تكلموا لا يسمع لهم، وإذا دعوا أحدا لا يجيبهم، أولئك الضعفاء رضا استرضاءهم وجبر خواطرهم من أعظم الطاعات للمقربات لله رب البريات. مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم جبر الخواطر. إذن الذي لا يجبر الخواطر ليس له تعلق بمدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر لمن تخرج من تلك المدرسة وهم أفضل الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدتنا فاطمة الزهراء، سيدنا علي كرم الله وجهه، سيدنا الحسن والحسين، طبخت سيدتنا فاطمة شيء من الطعام، دجاجة أو نحوها، ثم بعد أن طبختها بأحسن الطبخ فإذا الباب يطرق، من؟ قال: مسكين. فقال: قومي وأعطيه ذلك الطعام. وظلوا يومهم طاوين لا طعام لهم غيره، يطعمون الطعام وهم أحوج الناس، ويطعمون لغيرهم وهم أحوج ما يكون إليه، فظلوا يومهم لا يأكلون. ثم طبخت في ثاني يوم طعاما فطرق الباب عندما قدم الطعام، من؟ قال: يتيم. قال: أعطي هذا الطعام. فقدم له، فظل يومهم طاوين ذلك اليوم لا يأكلون به شيء. فثالث يوم طبخت سيدتنا فاطمة الزهرة طعاما فطرق الباب، طارق، من؟ قال: أسير. فقال وطوى ذلك الطعام وأعطاه لذلك الأسير. ثلاثة أيام لا يذوقون طعاما جبرا لخاطر المسكين المحتاج طالب المساعدة. فلهذا كان السلف الصالح حريصين على جبر الخواطر. سيدنا الحسن كان يمشي على خيله وهو من أكرم الخلق ومن أحسن الخلق ومن أغناهم، يمشي على خيله، فناداه بعض الفقراء جالسين على الشارع يأكلون بعض الكسر الجافة، فناداه سلم عليهم سيدنا الحسن فردوا عليه السلام، فقالوا: تفضل يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج من على خيله وجلس على الأرض يجبرهم في طعامهم كأنه يأكل معهم، ففرحوا فرحا شديدا. فبعد أن قام قال: كنت اليوم ضيفكم وغدا أنتم أضيافي، غدا أنتم أضيافي. فجاءوا في الغد وعمل لهم الطعام الجميل الكثير، فجاءوا وأطعمهم وجبر خاطرهم بهذا الجبر، خصوصا لأولئك المساكين الذين لا جاه لهم ولا مال لهم. من جبر خواطرهم تقربا لله وابتغاء مرضات الله جبر الله كسره في الدنيا وفي الآخرة.
وأفرحه في الدنيا والآخرة وأسعده في الدنيا والآخرة. نعم. ومن كسر بخاطرهم وقع في بلية، لا يدري من أين جاءت المصيبة هذه، من أين جاءت المصيبة، ما يدري بكسر خاطر أحد من المساكين. حتى لو طلب إنسان شيء، لو سمحت أنا ما عندي شيء، يابد يكون الرد مهذب، يقول إيش أخرج، لا ما ينبغي هذا كسر خاطره. يقول الله والله العفو العفو ما في الآن، أنا إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله، بأدب اعتذار مؤدب، يطرده على طول، لا هذا قلة أدب. لكن يفتح جيبه أو محفظته يحنه يشوف شيء فيها ولا لا، وحتى في شيء ما أراد أن يعطيه لا بأس، لكن لا يطرده ويكبهه برد شديد حتى يكسر خاطر. العفو الآن الله ما عندي شيء الآن، مرة ثانية إن شاء الله، لا مو هون سامحنا، لا بأس. هذا من الأدب. فكثير من البليات والمصائب لا يدري الإنسان من أين جاته، مرض من أين جاته، ربما كسر خاطر واحد من المسلمين، جررت لنفسك بلية أو مصيبة وأنت لا تدري يا مسكين. فيتحرى الإنسان جبر خواطر أخوانه المسلمين حتى يكون له ذلك فرحا وسرورا ونورا في حياته وفي قبره وبعد مماته. روي عن سيدنا موسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، قال سيدنا موسى: يا رب أين أجدك؟ قال الرب سبحانه وتعالى: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. انكسر قلبه لله وسكرت نفسه بالله، فليس المسكين المحمود هو الذي لا مال له، لا، المسكين المحمود الذي سكنت نفسه لله، سكن قلبه بالله سبحانه وتعالى. أولئك القوم هم الذين سأل الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحشره معهم، فقال: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ليس القوم الذين لا مال لهم، لا، لكن لا مال لهم وهم مفتونون بالدنيا، لا مال لهم وليس استقامة في الدين، هذولا حازوا شقاء الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لا لا مال لهم، لكن نفوسهم وقلوبهم سكنت بالله وسكنت لله، ولا يرجون سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يلتجئون إلا لله إذا نزلت بهم نازلة. هؤلاء الضعفاء المساكين المحبوبون عند الله، أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، أولئك العباد الضعفاء الذين لا ناصر لهم. نعم، كما قد ورد الخبر في ذلك. لهذا لما أنا أوان الاجتماع بسيدنا يعقوب بابنه المحبوب يوسف ابن يعقوب، أمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع طعاما للضعفاء، قام سيدنا يعقوب وعمل طعاما للضعفاء والمساكين وأطعمهم وصار يخدمهم بنفسه. فلما فعل ذلك جمع الله بينه وبين ابنه المحبوب يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكريم بن الكريم بن الكريم. بماذا؟ لأن بهذا العمل الصالح تستنزل الرحمات والبركات والأرزاق، وبضده من كسر الخواطر تنزل البليات والمصائب والفيروسات، كما قد رأينا في هذا الزمن نزلت هذه، لأن كل واحد نفسي 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 نفسي، ما يهمه أن يكسر قلب أخيه المسلم ولا يرحم أخوه المسلم، فذهبت الأخوة الإسلامية من قلوب المسلمين، فلا يفكر إلا في نفسي وفي أولادي، يفكر في إخوانه المسلمين. فلهذا وقعنا في بليات ومصائب ونزلت هذه الفيروسات، والناس ما يدرون إيش سببها. سببها أن أهل الأرض ما تراحموا بعضهم البعض، فلهذا لم يرحمهم رب السماء سبحانه وتعالى، فنزلت المصائب.
فما الدواء؟ هو العودة إلى الرحمة وإلى المعاملة الصادقة لله سبحانه وتعالى، فترتفع تلك البليات والأذيات. وقعنا في المصائب ووقعنا في البليات لأن احنا ما تقربنا لرب البريات بإكرام عباده الصالحين وعباده المساكين الذين سكنت قلوبهم لله، فهم مستضعفون في الأرض ولا يبالي بهم أحد. فلو جاء في هذا الزمن عالم عامل صالح ودخل بلاد ما بال به أحد، ولو دخل صاحب موسيقى أو ممثل من الممثلين أهل الفسق لوجدت الناس يستقبلونهم في المطار ويستقبلونهم بالزيارات في المسكن الذي يسكن فيه وينزل عليه. دل ذلك على ماذا؟ على أن العباد أهملوا كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلما كان في هذا الوقت وقت الفيروسات وقت الفتن أهملنا كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بإكرام أهل الصلاح وتعظيم أهل العلم وتعظيم أهل الصلاح، خصوصا أهل العلم العاملين بعملهم. أما أهل العلم المترسمين لا يبالى بهم، لكن العامل بعلمه المستقيم في عبادته أمرنا الله بتكريمهم وتعظيمهم وإكرامهم وتعظيمهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد اليوم في هذا الزمان قلت البركات وقلت استجابة الدعوات في هذا الزمان بسبب ماذا؟ أين السؤال؟ لماذا؟ كنابة؟ أين الجواب؟ ما هو الجواب؟ لأننا أهملنا التقرب إلى الله لما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى هو المتكرم، هو المتفضل، يحسن على لعباده المحبوبين المتقين الصالحين العاملين، لأنهم ما يعبدون الله طلبا للمال ولا يعلمون طلبا للجاه ولا للشهرة، بل تقربا لله ومحبة فيه وفي حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أهملناهم وقللنا من اعترامهم ولم نبالي بهم حتى هجرنا مجالسهم، بل ربما والعياذ بالله حذر بعضهم من حضور مجالسهم، نسأل الله العافية والسلام، حينئذ غضب الرب سبحانه وتعالى على أولئك المحرومين من مجالس أهل الخير من مجالس الصالحين. فمحقت البركات ولم تستجب الدعوات، ونحن نقول يا رب يا رب يا الله يا الله، ما رأينا أثر استجابة الدعوات أبدا، بل حلت علينا العقوبات ونزلت الفيروسات وأغلقت المساجد والجمعات. هذا إن دل على شيء إنما يدل على غضب رب البريات، ليس مجرد فيروس، لا والله ليس مجرد فيروس، إنما هو دليل وعلامة على غضب رب البريات على عباده. لماذا؟ ما حق بركتهم وحلت بهم العقوبة؟ لأنهم لم يتقربوا إلى الله بما يحب ويرتضيه سبحانه وتعالى من جبر المساكين وتعظيم وتقدير عباده الصالحين الذين عاشوا في محبة الله وسعوا في رضاء الله، ولا همهم شيء إلا نشر شرع الله وإحياء سنة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روي أن بني إسرائيل أصابتهم شدة وعقوبة، فجاءوا إلى نبي في ذلك الزمان وقالوا يا نبي الله لا ندري بماذا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. فناجى مولاه سبحانه وتعالى، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي ذلك الزمان أن قل لهم
إذا أردتم رضائي بماذا؟ أردتم رضائي والتقرب إلي فلقل لهم فليرضوا المساكين من عبادي. من هم المساكين؟ من هم؟ ليس الذين لا مال لهم، لا، الذين ابتلاهم الله بقلة المال وعدم الجاه ولم يستجيب من عرض الدنيا، لكنهم سكنت قلوبهم لله ورضيت بقضاء الله. هؤلاء القوم الذين يحبهم الله. أما مسكين فقير وقلبه متعلق بالدنيا ومفتون بالدنيا وواقع في ترك الواجبات وفعل المنهيات، فذاك شر العباد عند الله سبحانه وتعالى. ها؟ ليس أنك تكرم مسكين فاسق، لا، تكرم هذا لأنه رضي بما رضي الله به، أنزله منزلة فقام بتلك المنزلة ولم يطلب غيرها، فهو راضي بقضاء الله وقدره، فسكن قلبه إلى الله لله ورضي بأمر الله، فهو عبد محبوب عند الله. استرضاؤه وطلب المعروف وفعل المعروف له استنزال لرحمة الله ورفع العقوبات النازل على عباد الله بهذه العبادة. أعظم عبادة يتقرب، لو علم الناس وفطن الناس لذلك في زمان الفتن اليوم، في زمان البليات والفيروسات، لبذلوا قليل من المال وأظهروا قليل من الاحترام والتكريم لأولئك الناس الذين الله سبحانه وتعالى يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم. وإذا أقسم أحد منهم بر الجبار قسمه سبحانه وتعالى، لو فطنوا لذلك لعاملوه. والله سبحانه وتعالى يعطي العطاء الجزيل والأجر الكثير على العمل القليل بمنه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. والله لا يخسر من عامل الله، من عامل الله هو كسبان في كل حال من الأحوال، لا يخسر أبدا. فالتمسوا يا عباد الله الأرباح الكثيرة والأجور الوفيرة من الله سبحانه وتعالى في أعمال قليلة وبذل قليل، لكن ابتغاء مرضات الله واتقاء سخط الرب سبحانه وتعالى، فإن الله يرفع البليات وتنزل الرحمات ويرفع ما نزل بالعباد، فتسلم العباد من الأذيات والفيروسات وتسلم البلاد بالأمان والإطمئنان. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأنت قوي وصحيح وغني اعرفه، واتق الله في نفسك وفي مالك، فإن الله سبحانه وتعالى إذا نزلت بك نازلة ودعوته استجاب لك في الحال. يعرفك في الشدة إذا وقعت في مصيبة، كما روي في ذلك عن هنا أن هناك ملكا من الملوك كان من أهل الصلاح عادلا في رعيته، فأراد غزوه بعض الملوك الظلمة، وكان جيشه أقوى من جيشه، فما يملك من الحيلة إلا أن يدخل مصلاه ويختلي بمولاه ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. فدخل مصلاه فصار يناجي مولاه سبحانه وتعالى طول الليل، حتى نام وسمع فيما نامه مناد يناديه: أفترى أن الحبيب يسلم حبيبه؟ لا يسلم. لو وعزتي وجلالي لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يكيد بك كيدا لم لجعلت لك من ذلك فرجا ومخرجا. ليه؟ لأنه راعي عدل في رعيته، ملك صالح خاف الله في حكمه ولم يظلم. وهكذا كل عبد لم يظلم نفسه بترك أوامر الله ولم يظلم نفسه بفعل ما نهى الله، فإنه في حال الشدة يجعل الله له من تلك الشدة
فرجا ومخرجا عاجلا، ليس بآجل، عاجلا في الدنيا في الحال يراه بعينه وتقر عينه بذلك. نعم، فلو نظرنا لهذا الميزان نرى أن أمور الخليقة كلها في هذه الدنيا على هذا الترتيب وعلى هذا المنوال، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وفساد الأحوال لو نظرنا إليه نقول الآن أحوال البلاد فاسدة، أوتوماتيك نقول فساد الأحوال من فساد الأعمال بما كسبت أيدي الناس. لماذا نفكر ألا بسبب هذه الدولة، بسبب هذه الدولة، بسبب هذا الرئيس؟ لا لا لا، فساد الأحوال بسبب كنابة بفساد الأعمال. ومن أين فسدت الأعمال؟ وإذا تفسد الأعمال إذا عميت القلوب. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يعمل قلب إلا إذا بعد عن نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بعدت عن نور النبي محمد بعدت عن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أي أن ارتفع العناية من الله سبحانه وتعالى عن العبد. نعم، فينبغي لنا أن نقر بأخطائنا وأن نسأل الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، حتى إذا أقررنا بأخطائنا وتبنا إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته علينا وتوفيقك لأول خطوة وهي التوبة الصادقة. ذلك دليل العناية، ذلك دليل رجوعك لنور النبي واتصالك بنور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتنزل الرحمات، فحينئذ يصلح الله العباد بصلاح الأحوال ولا يفسدها، بل تبقى الأحوال صالحة لصلاح الأعمال ولا تفسد بفساد الأعمال. فالله يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين أينما كانوا، يرفع ما نزل منه ويفرج على المسلمين فرجا عاجلا يا رب العالمين، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبولك وصلاح كل حاجة نوريه سيد غزولك حليم زين الغزال النبي محمد مولى بلال، يصلح الأعمال والأقوال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال لنا سيد غزولك حليم زين الغزال بجاه النبي محمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله والعالمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. برحمة من عندك تغنينا بها عما سواك، وصلى الله على النبي وسلم، والحمد لله رب العالمين.